إذا للوقوف عند الذكرى 21 لتأسيس هيئة علماء المسلمين في ظل المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية وكيف أثرت عليها، ينضم إلينا عبر خدمة زوم من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق الأستاذ معاذ البدري. أستاذ معاذ، مرحبا بكم، حياكم الله. طبعا في الذكرى 21 لتأسيس هيئة علماء المسلمين، أستاذ معاذ، يعني إلى أي مدى نجحت الهيئة في أن تكون المظلة الكبرى لمشروع مناهضة الاحتلالين الأمريكي والإيراني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لك أستاذ محمد، وتحية لمشاهدي قناة الرافدين الفضائية، وتحية خاصة لمشايخنا في هيئة علماء المسلمين، بدءا من الأمانة العامة ومرورا بمجلس الشورى وبكافة أعضاء الهيئة. نعم. بمناسبة الذكرى 21 لتأسيسها. الحقيقة معايير النجاح والفشل بشكل عام تخضع للواقع. الميدان العملي عندنا في العراق تحديدا هو الذي يحدد ما إذا كانت فكرة ما ناجحة أو لا. فالمشهد العراقي على سبيل المثال حافل بالمواقف والأحداث التي تعطي انطباعات صريحة وجلية بأن الفكرة التي قامت عليها هيئة علماء المسلمين في العراق أثبتت منذ أسابيعها الأولى أنها ناجحة ومتفردة. أما شهادتنا نحن من داخل الهيئة، وإن كنا يعني على قناعة تامة بما نقول وبما نمتلكه من معطيات وحقائق على الأرض، فهي يعني شهادة قد يعدها خصومنا أنها شهادة مجروحة، ولكن مع ذلك نستطيع القول وبكامل المسؤولية أن نجاحات الهيئة متحققة بفضل الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نصنف هذه النجاحات وفق التصنيفات أو التبويبات العلمية أو المنطقية التي يعززها الواقع، أستطيع القول أن نجاحات الهيئة على ضربين. الضرب الأول هي النجاحات المرحلية التي حققت الهيئة فيها مبتغاها من حيث التكوين والطرح وفرض الرؤى، التي جعلت الكثير منها جعلت الاحتلال الأمريكي على سبيل المثال يغير العديد من خططه في الشأن السياسي وحتى في الشأن الميداني، ولا سيما بموازاة الفعل المقاوم على الأرض الذي بلغت ذروة المقاومة في سنوات الاحتلال الأولى مبلغا لم يكن الاحتلال نفسه يتوقعه، وبذلك اضطر إلى أن يغير الكثير من الاستراتيجيات والخطط حتى على الصعيد السياسي وما يتعلق حتى بالانتخابات الأولى التي جرت وتشكلت منها حكومة الاحتلال الثاني على سبيل المثال. وإذا أردنا أن نعدد من الأمثلة المرحلية الكثير، الشعب العراقي مثلا أثبت أن هيئة علماء المسلمين، وإن لم يكن هناك تصريح بذلك لكن واقع الحال يشير إليها، أن المقاطعة الكبرى للانتخابات ولا سيما في الجولتين الماضيتين، جولة انتخابات المجالس النيابية وانتخابات مجالس المحافظات، أثبتت أن خيار المقاطعة الذي تبنته الهيئة منذ وقت مبكر هو خيار مرحلي ناجح 100%. النوع الثاني من النجاحات هي فلنسميها النجاحات ذات البعد الاستراتيجي، وهو ما يتعلق بجبهوية العمل المناهض للاحتلال وللعملية السياسية. من أمارات ذلك مثلا مبادرة العراق الجامع التي بادرت بها الهيئة في سياق مشروع لإنقاذ العراق والمنطقة، وما نتج عنها من مشروع الميثاق الوطني العراقي الذي انضم تحت لوائه أغلب القوى العراقية الوطنية المناهضة للاحتلال، بل أكاد أقول لم يكد يشط عنه من هذه القوى أحد إلا من كانت له مآرب أخرى، سواء ما يتعلق بحب التسلط أو الظهور، أو من كانت لديه رغبة جامحة في الولوج إلى العملية السياسية والسقوط في فخ الاحتلال. أضف إلى هذا كله النجاحات المتحققة للهيئة في علاقاتها العامة، سواء ما كان منها داخل العراق أو خارجه. البصمة التي تركتها الهيئة في الجبهات الأخرى من قضايا الأمة واضحة جدا، حتى باتت الهيئة مثابة تحظى بثقة عالية جدا لدى القوى والمؤسسات والمنظمات الأخرى العاملة في ميادين مشابهة لميادين الهيئة. اليوم حتى في ونحن في ظل معركة طوفان الأقصى، الكثير من المواقف من داخل غزة تعبر عن ثقتها بهيئة علماء المسلمين، سواء ما يتعلق منها بالاستفتاءات الشرعية أو بالاستشارات الميدانية وما إلى ذلك مما كانت الهيئة فيه تجارب في الساحة العراقية. هنا أود أن أشير إلى قضية جزئية قد تثار ولا سيما في سياق يعني نوع من المغالطات التي قد نرصدها في بعض الأروقة السياسية، ما يتعلق بأهداف مرحلية مثلا أعلنت عنها الهيئة في وقت سابق ووضعت لها يعني استراتيجية معينة أعلنت عنها الهيئة لكنها لم تتحقق لحد الآن. هذا لا يعني مطلقا أن هذه الأهداف أو أن هذه الخطوات قد فشلت. لماذا؟ لأن الهيئة بطبيعة الحال هي مستمرة في العمل في ضوئها دون أن يكون للخصوم من سبيل على الهيئة
أو دون أن تتمكن الإرادات المتحكمة بالمشهد العراقي وبالساحة العراقية، دون أن تتمكن من أن تفرض على هيئة علماء المسلمين سطوة ما بحيث تلزمها بأن تغير من طروحاتها أو تجبرها على النزول إلى مستوى أدنى من المستوى الذي تتحدث فيه، أو يعني تجعلها تتخلى عن بعض الطروحات التي تعدها الهيئة من الثوابت. هذا كله لم يحصل بفضل الله. هو في هذه النقطة أستاذ معاذ، عفوا، في هذه النقطة طبعا على مدى 21 عاما يعني حصلت متغيرات، سواء كانت هذه داخلية أو إقليمية أو دولية، ولكن في هذه النقطة تحديدا يعني كيف تنظر القوى المناهضة للاحتلال لدور الهيئة، خاصة أن الهيئة قد ضبطت البوصلة على عراق لجميع العراقيين؟ نعم، يعني على الرغم من أني لست متحدثا بلسان القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية أو ناطقا باسمها، ولكن بقدر ما يتعلق الموضوع بهيئة علماء المسلمين في العراق، فإن هذه القوى تصنف الهيئة على أنها أشبه بالقطب الذي تنجذب إليه، أو فلنسميها البوصلة التي تحدد لها مساراتها وتوجهها، سواء من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية. الحقيقة القضية هي ليست مجرد دور، بغض النظر عن دلالة مصطلح الدور، يعني من صواب دلالة هذا المصطلح وعدمها في الاستخدام لا سيما في الشأن السياسي، بقدر ما أن الهيئة هي الجهد الرئيس الذي تنطلق منه قوى مناهضة الاحتلال والعملية السياسية. اسمح لي أن أقول بشيء من الجرأة أن القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية تجعل من هيئة علماء المسلمين مثابة ومرجعية لها، سواء ما يتعلق بالشأن الفكري أو الشأن السياسي، في مناهضة المشروع السياسي القائم في العراق في المقام الأول، ومن ثم في معالجة تداعيات الاحتلال ومشروعه الذي أخذ من العراقيين شوطا كبيرا من حرياتهم ومن أموالهم ومن حيواتهم ومن كل شؤون حياتهم الأخرى. باتت هيئة علماء المسلمين حقيقة كما تفضلتم بالسؤال هي مظلة للقوى المناهضة للاحتلال، وبالتالي إذا كانت هيئة العلماء هي المظلة فأكيد فإن من يستظل تحتها متجه بإذن الله عز وجل نحو مشاريع إيجابية تعود على العراقيين بالنفع والخير. الاحتلال ومن جاء معه على الدبابة الأمريكية بعد كل هذا الفشل الذي خلف خرابا على جميع المستويات في العراق، أستاذ معاذ، هل هناك فرصة للمشروع الوطني الذي تتبناه الهيئة ليكون بديلا عن المشروع الطائفي القائم الآن في العراق في هذه المرحلة تحديدا؟ طبعا من الناحية النظرية والعقلية والحاجية، كل المعطيات العقلية والمنطقية تؤكد أن ما لدى الهيئة من مشروع للحياة المثلى هو الأكثر مناسبة لأن يكون بديلا ومشروع إنقاذ للعراق مما ألم به من بعد الاحتلال ومخرجات الاحتلال من المشروع السياسي. المشكلة هي ليست في الداخل العراقي بقدر ما هي في المتغير الدولي والإقليمي الذي يلوي دائما عنقه عن كل فكرة من شأنها أن تطرح مشروعا يأخذ بمشروع الاحتلال ويزيحه ويصرفه عن المشهد العراقي. الولايات المتحدة الأمريكية، هذه مشكلتنا نحن في العراق، الولايات المتحدة الأمريكية جاءت بمشروع بغض النظر عما إذا كان هذا المشروع ناجحاً أو فاشلاً، هي تريد منه أن يتوقد وأن يترسخ وأن يكون منطلقاً لمشاريعها الأخرى في المنطقة. لهذا هي لا تسمح أبداً بأي قوة أقليمية أو حتى قوة دولية أن تتحرك لكي تنقض مشروعها هذا الذي جاءت به وبشرت بين قوسين العراقيين بالحرية والديمقراطية وما إلى ذلك. فلما كان مشروع هيئة علماء المسلمين والقوى المناهضة للاحتلال هو ينسف مشروع الولايات المتحدة الأمريكية ويجتثه لأجل أن يعيد إلى العراقيين حياتهم وكرامتهم ومكانة بلدهم في المنطقة وفي الإقليم بشكل عام، فمن المؤكد أنها لن تسمح بأي تحرك في هذا السياق يعزز من مشروع الهيئة والقوى المناهضة للاحتلال ويعطيه مساحة للتحرك أو يهيئ له مسارات للتطبيق. المشكلة الرئيسية هنا العراقيون يتفهمون أن خلاصهم يكمن بالثورة واجتثاث النظام السياسي القائم حاليا في بغداد، لكن المشكلة في البديل أن العوامل الدولية والأقليمية لا تفسح المجال للمشاريع البديلة. على ذكر الشعب العراقي أستاذ معاذ، هل تراهنون في الهيئة على وعي وإدراك الشارع العراقي لخطورة المشروع الطائفي الذي جاء بعد سنة 2000؟ طبعا يعني اسمح لي فلندع مصطلح الرهان جانبا لان من مقتضيات الرهان احتمال الخساره فيه، ولكن فلنقل الى اي مدى تثق الهيئه بادراك ووعي الشارع العراقي. طيب، لا شك انها ثقه عاليه جدا، بدليل ان الهيئه ثبرت في صبرها وصمودها طوال هذه السنوات من الثبات على طروحاتها والاصرار على فكرتها، فلما حانت الفرصه
يعني فرصة وجود حراك شعبي على اختلاف مراحله، سواء منذ ثورة 25 شباط في 2011 أو الاعتصامات وانتفاضة المحافظات العراقية في 2013، وليس انتهاء بثورة تشرين 2019. كل ذلك حينما حانت الفرصة جميعها رفعت الشعارات والمطالب التي كانت هيئة علماء المسلمين في العراق قد أسستها ابتداء. نحن دائما ما نحاول أن نقول لأبناء شعبنا ولغيرهم أن السنن الربانية في أي معترك وفي أي ساحة صدام وصراع تقتضي أن العلماء هم الموقعون عن رب العالمين، بمعنى أن ما يعلنه أهل العلم من ثوابت وأدبيات إنما هي مستمدة من الشريعة الإسلامية بوصفها منهجا للحياة مصدره الوحي الإلهي، لذلك أن هامش الخطأ فيه ضئيل جدا. الخطأ يكون هنا في المحاولات البشرية للتطبيق، وإلا من حيث الثوابت ومن حيث المحددات هو قابل للنجاح 100%. ولهذا حينما نقول أن ثقتنا في الشعب العراقي عالية جدا في أن تحقق من هذه الطروحات واقعنا على الأرض، فنحن نعي ما نقول، لأن من يثق بالشعب العراقي بلا شك يعني وبنسبة كبيرة جدا أنه لن يخيب أبدا. العراقيون على مدى التاريخ وعلى امتداد الأزمان أعطوا للأمم دروسا ومعاني في كيف أنهم يستطيعون أن ينتشلوا أنفسهم من الواقع المضني أو المؤلم الذي يسلط عليهم ويقودوا بلدهم إلى مصاف الحرية والأمان. لذلك أقول مشروع هيئة علماء المسلمين المستمد من الثوابت الشرعية هو مؤهل بشكل كامل 100% لأن يحل بديلا إصلاحيا، سواء فيما يتعلق بالسياسة أو في الاجتماع أو في الاقتصاد وغير ذلك من نواحي الحياة الأخرى. الكرة الآن هي في ملعب الشعب العراقي في أن يقتنص هذا المشروع أو لا يقتنصه، فهذه قناعاته وهذا شأنه. عبر خدمة زوم من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين معاذ البدري، شكرا جزيلا لكم.